أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن جولة عبر أهم المقالات الصادرة في صحفنا الوطنية لنهار الخميس. ونستهل جولتنا من يومية أخبار اليوم التي كتبت تحت عنوان العشق الممنوع وراء مقتل برلماني برصاصتين. وتكتب اليومية أن علاقة محتملة بين البرلماني وشقيقة المتهم قد تكون سبب الجريمة، وشريط فاضح لشقيقة المتهم بالقتل رجع على نحو واسع بابن أحمد. نتحول إلى يومية المساء التي تكتب تحت عنوان قيادة الجيش تمنع العطل وتغيرات بالمعابر الحدودية. وكتبت المساء استنادا إلى مصادرها أن برقيات من القوات المسلحة وجهت إلى جميع الثكنات سواء الواقعة بالمنطقة الحدودية بالجنوب أو الموجودة بعدد من المدن كبنغرير، إذ منعت العطل على عدد كبير من المسؤولين وحتى على أفواج المتدربين الذين لم يتم الإعلان عن تخرجهم من المدرسة التابعة للقوات المسلحة الملكية. تفاصيل هذا الخبر ومواضيع أخرى تقرأونها ضمن يومية المساء. حامل تلد داخل سيارة ليلة عيد المرأة، عنوان تطالعونه ضمن يومية الصباح التي كتبت قبيل يوم من عيد الاحتفال بعيد النساء مرغت كرامة امرأة بعد أن اضطرت إلى الإنجاب داخل سيارة صديق زوجها، ورفضها موظفو المستشفى الانتقال إلى المستشفى بالعرائش لتكون الكارثة. تفاصيل هذا الموضوع تقرأونها ضمن يومية الصباح. بهذا نكون وصلنا إياكم لختام موعدنا الصحفي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.